مكتبة الحلبة تأسست عام 1952، حيث بدأت كمحل سمانية قبل ما تتحول إلى مكتبة متخصصة ببيع الكتب النادرة والقديمة على يد السيد عبدالله الحلبة، الذي داوم على تجميع الكتب حتى امتلأت رفوف وأركان المكتبة وأصبح من الصعب الدخول إليها. المكتبة عمرها 65 سنة، المحل كان محل سمانية لجدي، كان يبيعوا سكر ورز وعدس، وكان يبيعوا مجلات ودوريات وجرايد كمان. بابا بلش يساعده لجدي من هو صغير، إلى أن استلم بابا المحل وصاروا يتجمع كتب أكتر، يهتم بالكتب، يبيع كتب، يشتري كتب، وضلوا على هذا الحال بالحرب تقريبا سنة 70 وسنة 80 لل 2016. بال 2016 انتلت المكتبة، بطل تقدر العالم تفوت اللي بدها تزورنا على المكتبة فتسكرت. بال 2016 أنا وأختي لانا حلبي أخذنا الانيشيتيف أو المبادرة أنه نرجع نحيي إعادة المكتبة، فرجعنا فتحنا المكتبة على الشكل اللي حضرتك عم تشوفه هنا. تحتوي المكتبة على آلاف الكتب المميزة من مجالات عديدة ومختلفة الموجودة بلغات عالمية متعددة، مع الاهتمام بكتب الأطفال لبناء جيل واعي ومثقف. بالنسبة للكتب اللي ممكن تلاقيها عنا بالمكتبة، بتلاقي عنا عربي، إنجليزي، فرنسي وبعض اللغات الإسبانية والإيطالية. عنا كتب فلسفة، دين، سياسة، أدب، روايات، شعر، أدب مترجم. ومثل ما كنت سبق وقلت، بنهتم كتير الكتب الأطفال، لأنه منعود الطفل من أول ما يخلق أنه يحمل الكتاب، هيك مننمي ثقافة الكتاب عند الأطفال. وفي عنا جادجتس، في عنا بنتعامل مع كتير براندات لبنانية اللي هي بلشوا صغار إذا بدك تقول، ونحن بندعم كل شيء عم بيصير بلبنان، لأنه نعتبر أنه عم نجمع نحن العالم اللي بدها مطرح ثقافي تقدر تشتغل فيه كمان. بتقدم المكتبة العديد من النشاطات والخدمات لروادها من جميع الأعمار، حيث بتخلق مساحة ثقافية مميزة للاستمتاع بالقراءة. بنهتم كتير بالأدب، وخصوصي أدب الأطفال. من أدب الأطفال واهتمامنا لأدب الأطفال، عملنا قراءة للأطفال، يعني من ضمن النشاطات اللي هي بتتواكب مع المكتبة أو الأشياء اللي نحن بنقدمها كخدمات بالمكتبة، هي قراءة للأطفال، قراءة للكبار. في عنا نادي قراءة بقلب المكتبة، بنشارك بالمعارض الكتاب الدولي، حتى بنعمل إيفنتس مثل تي بارتيز، أو بينجمعوا العالم عنا بالمكتبة كل النهار، بيزورونا، بيتحدثوا مع بعض. المكتبة الحلبة هو إذا بدك تقول، في عالم بسمونا المكتبة الحلبة التراثية، لأنه هي شوي من تراث بيروت، من الكتب القديمة. في بتفوت لعنا بتغرق بين الكتب، في عنا كتب قديمة، في جديدة، في أشياء نافذة، في أشياء مميزة، وفي الروح اللي نحنا خلقناه للعالم اللي عم بتزورنا. إذا كنتم من محبي القراءة، ما تترددوا بزيارة هيدي المكتبة الرائعة اللي بتتميز بثراء ثقافي متنوع، بالإضافة إلى الأنشطة المتعددة اللي بتقدمها.